بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل آمان وللهدر كل آمين. نبدأ نجاوب بعض الأسئلة بتاع حضركم. سؤال بيقول: مساء الخير يا أبونا، أنا عملت اللي قدسك قلت عليه لبنتي كده أول أسبوع بسبب، بس هي قافلة الباب عليها، بتصلي وبتبقى خايفة قوي ومرعوبة، ده يبقى إيه؟ مع العلم إن الغرفة دي بتنام فيها ودايما بتصلي فيها وتكلم أصحابها فيها وهي قافلة الباب. بص، أنا ليا كذا حاجة على التعليق على الكلام ده. كويس إنك عملت اللي قلت لك عليه من الماء المصلية والقرايات، بس السؤال اللي بسأله، أول سؤال، هي خايفة ليه ومرعوبة ليه؟ وبعدين اللي خايف مرعوب ده يخش ويقفل على نفسه الأوضة ولا يطلع يحتمي حتى في أمه وفي أخواته في أي حد؟ الشيء الطبيعي إيه؟ يطلع يتونس بحد؟ شيء طبيعي، ده وضع مش طبيعي. ده يخليني أفكر، هل العمل شديد جدا ولا في روح شرير مستحوذ عليها، ولا هي بتخش أوضتها عشان تكلم أصحابها براحتها؟ وده وضع غير لائق وغير جائز أبدا يا أحبائي. يعني إيه بنت تخش أوضتها وتقفل على نفسها من جوه عشان تكلم أصحابها؟ قال طب ما تكلمهم بباب مفتوح. هو إيه الكلام اللي هيتقال يعني؟ عشان يتخبى على الأم أو على الأب أو على الإخوات، إيه الكلام اللي يتخبى يعني؟ ولو ما كانتش البنت تبقى كتاب مفتوح لأمها وأبوها، تبقى كتاب مفتوح لمين؟ لمين؟ طب ودي لو اتجوزت تتجوز إزاي؟ هتبقى عاملة إزاي مع جوزها؟ تخش الأوضة وتقفل على نفسها؟ جوزها يقول لها أنت بتقفل على نفسك تقول بكلم أصحابي؟ هيقبل؟ أي راجل شاب هيقبل كده؟ مرات تخش تقفل على نفسها عشان تتكلم مع أصحابها؟ على طول يبقى معناها إنسانة خاينة، على طول هيتهمها بالخيانة. فأنت دورك يا أمي لو سمعاني دلوقتي، وأنت أكيد سمعاني، فهميها إن ده غلط عليها، ده بيهدد مستقبلها كله بعد كده. يعني ما ينفعش تقفل بابها على نفسها، تقفل بابها على نفسها هو في حد غريب، ما أنت أمها موجودة أو أسرتها بقية الأسرة، أنا ما أعرفش، مش كاتبة تفاصيل. لكن المبدأ يا أحبائي، نسيب بناتنا أو ولادنا شبان أو شابات يخشوا الأوضة بتاعتهم يقفلوا على نفسهم، أنا عمري ما سمعت في حياتي إلا اليومين دول بس. احنا طول عمرنا أوضنا مفتحة على بعض، كتبه واحد يقول لي افرض يا أبونا يعني عايزة تقعد براحتها، فأبوها يفتح الباب يلاقيها قاعدة مثلا لابسة شورت ولا بتاع، طب ما تقول هي عم تبقى لابسة شورت، المشكلة مثلا يعني مش في أوضة نوم، مش في بيتها، يعني لبس الشورت ولا لبس المايوه؟ ما ياما بنات وستات متجوزة بتروح الفنادق والبسينات وينزلوا البسين اللي هو الحمام السباحة قدام الناس الغرب، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ والناس اللي بتروح الشواطئ تصيف في كل الشواطئ المصرية باختلاف أنواعها، بيروحوا بينزلوا البحر ولا ما بينزلوش البحر؟ ألا وبينزلوا قدام الناس كلها. يعني ايه معنى ايه ده الاب ده لما يخش يلاقي بنته حتى عريانه هيعمل ايه؟ هيغطيه، ده لحمه ودمه يا اخواننا، لحمه ودمه. فمفيش حجه تقنع او تدي او سبب مقنع يخلي البنت تقفل على نفسها الباب وتقعد عشان بحجه تكلم اصحابها. انت دورك يا ام تكوني حاسمه جدا في الموضوع ده، مش حاسمه تقفلي الباب، عايز تكلمي اتكلمي والباب مفتوح. لو هتكلمي كلام غلط انا هحاسبك على الغلط وهمنعك تعمليه. بتتكلمي كلام عادي مع اصحابك، طب ايه المانع ان انا اسمعه؟ انتوا موافقين على الكلام ده ولا مش موافقين يا اخواتي؟ اللي موافق يرفع ايده كده. برافو عليكم، برافو عليكم، كده هتربوا ولادكم تربيه صح. لكن تحت بند الحريه نسيب بنتنا تخش الاوضه وتقفل على نفسها؟ منين خايفه ومرعوبه ومنين بتقفل على نفسها الباب عشان تكلم اصحابها؟ كلام متناقض مش مريح جدا. يا امي نصيحه ليكي، ما تسيبيش بنتك تضيع قدام عينيكي. اقولها تاني، ما تسيبيش بنتك تضيع قدام عينيكي ولا هتتحاسبي عليها، هتتحاسبي على تصرفاتها دي، انت هتتحاسبي. ما تديش فرصه للشيطان يستاثر بيها ويتحكم فيها ويضيعها منكم. وربنا معاك ان شاء الله، بس كملي الماء المصليه والقرايات وربنا يتمجد ان شاء الله. سؤال بيقول: في خطايا معينه مش قادر ابطلها، كل ما بحاول بفشل ومش عارف ايه اللي اعمله، وفي بعض الناس بتضايقني ومش قادر احبهم مهما حصل. ده سؤالين في وقت واحد. السؤال الاول بتاعك
في خطايا معينه مش قادر ابطلها، وكل ما احاول بفشل ومش عارف ايه اللي اعمله. طبعا كل ما بتحاول بتفشل، انك بتحاول بارادتك لوحدك، واحنا ارادتنا ضعيفه قدام حيل ابليس وفخاخه المنصوبه. ده الشيطان ده عمره كام؟ ده قبل ما ابونا ادم يتخلق كان الشيطان موجود، كان طقم الملائكه وسقطت، وهو اللي اسقط ابونا ادم ومن حواء، صح ولا لا؟ فالشيطان خبط سنين طويله، الاف السنين مع البشر. والكتاب بيقول الخطيئه طرح كثيرين جرحى، وكل قتلها ايه؟ اقوياء مش ضعفة. عشان كده الكتاب بيقول لا تستكبر بالخاف. فانت الخطايا المعينه اللي مش قادر تبطلها ممكن تكون اتعودت عليها وبتحاول تبطلها بارادتك، يعني انت مش عايز تكمل فيها، لكن بارادتك لوحدها هتبقى ضعيفه قدام الخطيه واغراء الخطيه والشيطان. امال اعمل ايه؟ بولس الرسول رد على السؤال ده وقال استطيع كل شيء في المسيح الذي ايه يقويني، استطيع كل شيء. فالانسان يعني طب يعني اعمل ايه؟ يعني ارجع في مخدعي الصبح، وارجع في مخدعي قبل ما انام، وانسكب قدام ربنا وبدموع عيني ومطنيات اقول له يا رب انا ضعيف، ارجوك يا رب حررني، انا ارادتي ضعيفه قدام سلطان هذه الخطيه، ارجوك يا رب كرهني فيها، تحررني منها، ما تخلينيش افكر فيها، ابعدني عنها، ابعد تفكيري عنها يا رب. دي نمره واحد. اللجاجه في الصلاه، المساله اللي المجد قال لنا عليها، الست اللي راحت تلح على قاضي الظالم، القاضي الظالم من خصمها، القاضي الظالم ام انصفها بسبب ايه؟ من اجل ايه؟ اللجاجه، من اجل لجاجتها ام انصفها. فبقول ان كنتم انتم اشرار تعرفون ان تعطوا ابنائكم عطايا جيده، فكان بالحال ابوكم الذي في السماوات كيف لا يبخلك الذين يطلبونه. فليطلب بالحاح وبلجاجه، ربنا هيطلب من ربنا من قلبك. نمره اثنين، انك انت ابعد عن مصدر الخطيه اللي بيجيب لك الفكر ده وتوقعك فيها، ابعد عن مصدرها. الكتاب المقدس يقول في دي ايه؟ اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائره، كل الدائره اللي فيها اسباب الخطيه ابعد عنها. واجدادنا قالوها في مثل بلدي حلو خفيف، البعيد عن العين بعيد عن القلب، والباب اللي يجي لك منه الريح سد والسريع. دي حاجات حلوه جدا، اختبارات حلوه بتاع ابائنا الكبار. نمره ثلاثه في علاج الخطيه ديت، تقديس الفكر، ما يخليش في مجال ان انا افكر في الخطيه. وتقديس الفكر يجي عند نتيجه ايه؟ اسمعوا المسيح والمجد قال لتلاميذه نتيجه ايه؟ عشان ما اجيبش حاجه من عندي. قال لتلاميذه انتم الان انقياء بسبب ايه؟ الكلام الذي كلمتكم بكلام اللي كلمنا بيه مكتوب فين؟ في الانجيل المقدس. يعني معنى كده كل ما هقعد اقرا في كلام ربنا في الكتاب المقدس وافهم فيه، كل ما فكري يتقدس ويبقى كلام ربنا واراده ربنا هي اللي موجوده في فكري، فهتطفش اي فكر شرير يجي لي. خلاص اتحصنت، هتنقى فكري، هيتنقى تقديس للفكر. اقرا سير القديسين، اسمع عظات حلوه في القنوات الفضائيه زي كده، وهكذا اقرا كتب روحيه، تقديس للفكر. في مثل يقول العقل الفرغان معمل للشيطان، الشيطان يشتغل فيه. اشغل فكري بحاجات مقدسه كتير، وده من مجال واسع جدا يا احبائي. اما السؤال الثاني، في بعض الناس بتضايقني مش قادر احبهم مهما حصل. يعني ايه مهما حصل؟ يعني لو كانوا بيضايقوك مثلا وبطلوا يضايقوك خلاص حبهم. هو المسيح له المجد، احنا ما بنضايقه كتير جدا، الله بنضايقه كتير بضعفاتنا وخطايانا وتقصيرنا وتهوننا كتير، لكن ما بيحبناش. ده بيقول محبه ابديه ايه؟ احببتك، لذلك قدمت لك الرحمه، بيرحمني عشان بيحبني. انت تمثل بحبيبك ومخلصك الرب يسوع، زي ما هو بيحبني وانا خاطي وانا بغلط في حقه، انا احب اخويا حتى لو غلط في حقي، بس عاتبه، عاتبه عشان اربحه وعشان ما يكررش الغلط تاني. اما انسان مستمر في الغلط، مستمر في المضايقه، خلاص يعني مش مفروض عليا من الكتاب المقدس ان انا اسالم جميع الناس، اتعامل مع كل الناس. قال كده، قال على قدر ايه؟ طاقتكم، ها سالموا جميع الناس على قد طاقتكم. ربنا ما بيفرضش عليا لازم اسالم كل الناس، الناس بتتعبني خلاص، هم في حالهم وانا في حالي، بس لما نشوف بعض نسلم على بعض من القلب وما نشيلش منهم، عشان يبقى القلب يفضل نقي على طول. لكن نبعد عن مصدر التعب، يعني ما فيش ما يجبرني ان انا اتعامل مع ناس ممكن تسبب لي تعب. بالعكس، الكتاب المقدس بيقول اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائره. سؤال بيقول ايها النساء اخضعن لرجالكم. اولا اللي كاتب الايه كاتبها غلط، بيقول ايها، يعني بليت في اللغه العربيه مش ناقلها من الانجيل صح، بيقول ايها النساء اخضعن لرجالكم، هي رجالكم ورجالكن،
الرجال يكون يبقى نقرا الآية صح، وحتى من غير ما نقرا يبقى نقول اللغة العربية صح. خضعنا الرجال كنا، كثير من الرجال يستغلون هذه الوصية بالتحكم، فما هو التفسير الصحيح للوصية والخضوع إلى أي مدى؟ صح، سؤال حلو. تاني، أيها النساء خضعنا الرجال كنا، كثير من الرجال يستغلون هذه الوصية بالتحكم، فما هو التفسير الصحيح للوصية والخضوع إلى أي مدى؟ الخضوع أولا هو خضوع الحب، مش خضوع السيطرة والتسيد والتحكم. كم ده مش موجود أصلا في كتاب المقدس. اخضعنا الرجال كنا كما للرب، يبقى خضوع في إيه؟ في ضوء وصايا ربنا، خضوع الحب. زي ما قال الرجال، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه من أجلها. الرجل بيتحكم في مراته لمجرد أنه راجل وهي ست، مش فاهم الوصية صح خالص. لأن الكتاب قالها صراحة، قال ليست المرأة من دون الرجل، مش أقل من الرجل، ولا الرجل من دون المرأة، بل الجميع في المسيح يسوع، احنا كلنا واحد في المسيح. لكن دي وظائف، وظائف ربنا حطها. يعني قال الرجل رأس المرأة، يعني هو المدبر بتاع البيت. المركب اللي فيها كذا أكتر من رئيس يحصل لها إيه؟ تغرق. فالبيت ده مركب احنا ماشيين فيها كلنا، يبقى في واحد مسؤول، المسؤول هو الراجل. الرجل رأس المرأة، فيهاش حاجة غلط، لكن مش سيد المرأة، لا هو حبيب المرأة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة بذل نفسه. فالخضوع هنا خضوع المرأة للراجل لجوزها، خضوع الحب، هي عشان بتحبه بتسمع كلامه بتطوعه، لكن لو مش بتحبه هتبقى نائر ونقير. على فكرة هقول لكم، هستعير بيت من أغنية غنتها زمان واحدة معروفة، لما أقولها هتعرفوها. بتقول لحبيبها: وكل شيء في الدنيا دي وافق هواك أنا حبيته. عرفتوها؟ ماليش دعوة بقى. تقول له وكل، شوف الحب بتعبر حب، وكل بتقول له، بتقول لحبيبها جوز: وكل شيء في الدنيا دي وافق هواك أنا حبيته. يعني خضوعها ليه، موافقتها ليه لكل حاجة هو بيعوزها، ده خضوع الايه؟ الحب. وده الحب الحقيقي فعلا، وده الحب الحقيقي فعلا، خضوع حب. لكن مين الست اللي بترفض تخضع لجوزها؟ اللي عندها الذات عالية، الست المتكبرة، الست المتكبرة اللي عندها الذات عالية قوي. أنا مش الخدامة اللي جابوها لك، ستي ما انتش الخدام، ده انت ستي وتجراس، حتى بنسميكي ست البيت. ست البيت يعني سيدة البيت كله يعني، لكن بالحب والاتضاع مش بالتسيد والتسلط. ادي معنى الآية، خضوع الزوجة لزوجها خضوع الحب والاحترام، زي ما أهل العالم قال: وكل شيء في الدنيا دي وافقها. عشان كده اللي بيحب إنسان بيحب يعمل له كل اللي هو عايزه. ده في ناس لما تكون واحدة بتحب جوزها بتبقى عارفة هو بيحب أنهي أكل وتعمله له مخصوص، بيحب إيه في الشقة وتعمله له مخصوص، بيحب إيه في اللبس يحبها تلبس إيه وتلبسه له مخصوص، بيحب إيه في تسريحة شعرها وتعملها له تسريحة مخصوص. ده لو بتحبه، لكن لو مش بتحبه تعمل له شعرها دي المعزة والمنديل بتاع ستي والحكاية، وإن كان عاجبك يعني، يعني سدت نفس وجبة، سدت نفس حب ايه؟ حب ايه ده؟ ايها النساء اخضعن الرجال كنا، كملت الآية كما اخضعن الرجال كنا كما للرب، ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة وبذل نفسه من اجلها. الى مدى، الى اي مدى الخضوع؟ انا قلت خضوع او طاعة الحب، المحبة، لازم يبقى فيه حب. لو ما فيش حب في الحياة الزوجية يبقى مش حياة. طب انا هوصل لأصعب من كده. طب لو ما فيش حب اصلا، يعني بعد ما اتجوزوا الحب اللي كان في الخطوبة انتهى او فطر او بقت عشرة او بقت حياة او تعود، طب يعيشوا مع بعض ازاي؟ احترام متبادل، الحد الأدنى يبقى فيه احترام متبادل، انا احترم مراتي وهي تحترمني. لو الخيط ده اتقطع من احد الطرفين يبقى في اسره مسيحيه؟ يبقى في اسره محترمه؟ ما بقاش في اسره، بقى في انقسام في البيت عشان ما فيش احترام. في ستات ما بتحترمش رجالتها، وفي رجاله ما بتحترمش ستاتها. وانا جالي سؤال هنا مش عارف جاوبت عليه قدامكم ولا لا، اللي كان على الواتساب، ما احنا بيجي لنا حوالي 400 سؤال في اليوم بصراحه.
ففي واحد كان بعت وبيعيط ان مراته بتهينه وبتشتمه وبتعمل وقعد يعيط اعمل ايه؟ قلت اعمل ايه يا عم؟ خليك راجل شويه. خليك راجل شويه. خليها تحس بيك انك راجل، في لمه كده خط احمر ما تتخطاهوش عشان تشتمك. يعني اسمح لها تشتمك اصلا وانت تسكت يعني؟ هي دي روحانيه؟ ده انت اليوم المسؤول عنها بعد والدين، انت مسؤول تعلمها ان ده غلط وعيب. مش بس ما تشتمكش، ما تشتمش ولادها كمان. مبدا الشتيمه في البيت مبدا مرفوض. دي مش تربيه اصلا. ففي ستات ما بتحترمش رجاليه، طب حياه اسريه ازاي؟ وفي رجاله النهارده واحده مركزها كبير جدا كلمتني وقالت لي ان جوزها بقاله 15 سنه عايش لوحده، يعني بره على طول، خلص شغله على القهاوي على الكافتريات مع اصحابه، عايش لوحده، حتى ما بيشوفش عياله، ولو شافه بيشوفهم نايمين هو ما يجي ينام متاخر. طب دي حياه؟ دي ايه الحياه دي؟ يعني الراجل اللي زي كده بيتجوز اصلا ليه؟ يعني الراجل اللي زي كده، طب بتتجوز ليه؟ ما تسيبها تتجوز واحد يهنيها ويسعدها ويبقى في دفء اسري ويبقى في احترام وحب ما بينكم. بتتجوز ليه يعني؟ شكل اجتماعي؟ في جوازات كتير كده بيتجوزوا شكل اجتماعي. ده مره جات لي هنا واحده ملكه جمال، بامانه ملكه جمال، بامانه ومتربيه جدا ومن بيت محترم. جثه بيعملها اسوأ معامله، ابو جثه بيشتمها ويهينها، ومره مد ايده عليها ابوه اللي هو حماها عشان قاعدين في بيت واحد. الاب بقى العمده بتاع البيت، ولازم كلهم ياكلوا معاه، ولازم كلهم يبقوا تحت خدامين تحت رجليه. هي مش كده، هي يعني ست متعلمه وعايشه لها شقتها. وكرشوها من البيت، وجات لي طبعا منهاره، ودخلت في الموضوع ومسكت الراجل قلت له يعني اذا كنت مش قادر تحمي مراتك من ابوك تروح لمين يحميها؟ تروح لواحد غريب يحميها يا ابني؟ ما تخلي عندك نخوه ورجوله، قول لابوك يا بابا انت عشت حياتك مع ماما، انتوا حرين مع بعض، ليكوا زمانكم، سيبني انا اعيش حياتي مع مراتي ونتكيف مع بعض. ليه تتدخل في حياتي انا ومراتي يا بابا؟ انت فقراء، احنا تحت رجليك، بس سيبني مع مراتي نتكيف، نزعل، نصطلح، خلينا مع بعض. لكن انت كده زودت لي. قال لي قلت له اه تتكلم مع ابوك. وفي ابهات بقى حلوه جدا جدا زي النسمه، بيعامل مرات ابنه كانها بنته واكتر. ولو ابنه كلم مراته هو كلمه وحشه، ابوه حماها هو اللي بيدافع عنها، ياخد لها حق. ديت ناس محترمه وتخاف ربنا بصراحه، يعني ناس محترمه وتخاف ربنا. سؤال بيقول هل المرض بسماح من الله ام لا؟ انتوا ايه رايكم؟ المرض بسماح ولا مش بسماح؟ طب ما ربنا بيسمح بكل حاجه، هو المرض بس؟ قال لا، الله سمح للناس تنكره وتقول ما فيش ربنا وسايبهم عايشين، يشرق شمسه على ايه؟ الابرار والاشرار، بيشرق على الاثنين، بيشرق على الاثنين شمسه، ما بيخلاش عادي. الله بيسمح، لكن هل الله عايز؟ لا، الله مش عايز. الله يريد الجميع ايه؟ يخلصون. الله عايز الكل يبقى كويس، عايز الكل فرحان، افرحوا في الرب كل حين. واقول انا الله عايز ان نبقى فرحانين على طول، لكن ربنا بيسمح بالمرض. بيسمح بالمرض، وعشان بيسمح بالمرض عشان احنا احرار، فربنا عمل لنا سر مخصوص في الكنيسه من اسرار الكنيسه السبعه، علاج للموضوع ده اسمه سر ايه؟ مسحه المرضى. عشان خاطر لا مريض احد بينكم فليدعو خصوص الكنيسه، صلوا عليه وتهنوه بزيت باسم الرب، وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه الى اخره. اذا الله عالج الموضوع ده، انا بسمح بالمرض لكن مش عايزكم تبقوا مرضانين. ومع ذلك لو حد فيكم اي الله لا قدر مثلا، ربنا يقول انا عامل لكم سر مسحه المرضى، ادعوا ابونا يصلي لكم وصلاه الايمان تشفي المريض. وبيحصل كده زي ما هتشوفوا دلوقتي، تسمعوا المعجزات اللي هتسمعوها بودانكم من صاحب المعجزات اللي حصلت معاه. يا احبائي، فالله بيسمح بالمرض، وفي العهد القديم وفي العهد الجديد وفي كل حاجه. بقول انا قلت لابونا ده الله كان بيسمح بالمرض في العهد القديم، فبيقول له مالناش دعوه بالعهد القديم. ده ابونا اللي بيقول للاخ ده مالناش دعوه بالعهد القديم، احنا دلوقتي في عهد النعمه، عهد الجديد احنا عهد النعمه، مالناش دعوه بالعهد القديم.
وبيقول ان المرض من الطبيعة من الجو، الله ليس له شيء فيه. طيب المرض من الطبيعة من الجو بس؟ لا، المرض ليه اسباب كتير. يعني العصبي قوي على طول على طول هو اللي بيجيب لنفسه ايه؟ المرض. الضغط العالي، السكر، الضغط الاخر. لو واحد بيدخن بعيد عننا، بيشرب شيشة او سجاير، بيجي له امتصادات في الشرايين، بيجي له الرئة، بيجي له تليف في الكبد. ربنا اللي جاب له المرض ولا هو اللي جابه لنفسه؟ القديس اغسطس يقول له انا جلبت على نفسي حكم الموت، او انا اختطفت لي قضية الموت. فالله بيسمح، ما بيجبرش حد ان هو لكن في نفس الوقت يقول ايه؟ لا تجرب الرب الهك. زي ما انا مثلا بقول لكم، انا مش همسك ورقه من ايد حد، نوع من الحرص، لا تجرب الرب الهك، لكن هجاوب على الاسئله اللي بتبعتوها. اجدادنا قالوا لنا حرص ولا ايه؟ ولا تخوف، حرص بعد احترس. فالمرض، لكن انا عايز اجاوب، اقول لابونا ده اللي قال هذا الكلام، مع احترامي الكهنوت المقدس، اقول له مفيش حاجه اسمها مالناش دعوه بالعهد القديم. ليه بقى؟ يقول لك احنا في عهد النعمه. طب ما العهد القديم كان عهد نعمه برضه، بس نعمه العهد الجديد ما لغتش العهد القديم، ما لغتش نعمه العهد القديم. عشان كده اقول لك ونعمه فوق نعمه، يعني النعمه اللي خدناها دي فوق النعمه اللي ربنا اداها عن الطريق الشرائع والوصايا بتاعته في العهد القديم. المسيح لو المجد نفسه يقول ايه؟ يقول ايه؟ ما جئت لانقض الناموس والانبياء. الناموس والانبياء، ما جئت لانقض كره بل لاكمل، يعني جاي يكمل ناموس الانبياء مش جاي ينقض. وكان يقول لما يشفي حد يقول له روح اري نفسك للايه؟ للكاهن، كاهن العهد القديم مش العهد الجديد، واعمل وقدم اللي قال عليه شريعه ربنا عن يد موسى، قدم الجوز حمام ولا جفاف. يعني ربنا يسوع المسيح بنفسه. طب هقول لكم اكتر من كده، العذراء مريم نفسها اتجسد منها مين؟ القدوس الله الكلمه. الملك يقول لها لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يعني اللي حملته في حشائها الله الكلمه القدوس، يعني انسانه كليه الطهر، صح ولا لا؟ احد يختلف على كده؟ طيب، ومع ذلك يقول الكتاب المقدس في انجيل القدس في الاصحاح الاولاني، ولما تمت ايام تطهيرها حسب كلام الرب راحت وعملت كذا كذا. لما تمت ايام تطهيرها، هي العذراء مريم كانت متجوزه راجل وخلفت منه بطريقه طبيعيه، ونتيجة رجل وامرأة، وفاء أيام تطهير، ده مخلفة القدوس، ده تولد منها، تجسد من القدوس. ومع ذلك القدوس المولود منها والعذراء مريم التزمت بناموس العهد القديم. هقول أكتر من كده كمان إيه، وياريت أبونا يسمعني، أرجو أنه يسمعني، ولما كان سمعني دلوقتي على الهواء يسمعني على اليوتيوب، يجيبها على اليوتيوب لغزة ديت على كاتحولية أو على موقع قصه واسمعها. لو ملناش دعوة بالعهد القديم، الصوم الكبير كله 55 يوم يوميا كل قداس بنصليه في صلاة بكر بنقرا فيه ايه؟ نبوات العهد القديم، نبوات، وبعد النبوات المطنيات، صح ولا لا؟ طب اسبوع الالم اقدس اسبوع في السنه كلها، كل سواعي البسخه، كل ساعات البسخه المقدسه كلها، الخمس سواعي ولا سواعي، الساعه تبدا بايه؟ بقراءه النبوات، نبوات العهد القديم. لو ما لناش دعوه بالعهد القديم، محطوطه اساسيه في طقس الكنيسه بتاعتنا ليه؟ وفي اقدس ايام الصوم الكبير اسبوع الالام. يا ريت الكاهن فينا لما يفتي عن معرفه وعن علم، وما تسرعش باصدار فتاوي تضر الناس وتضر المجتمع المسيحي اللي بيسمعه. فاهم الكاهن تطلب الشريعه، الكاهن فينا لما يعلم تعاليم غلط هيتحاسب عليها دنيا واخره. دنيا واخره. فيا ريت الواحد فينا يدقق جدا في كل كلمه يقولها ويعلم بيها عشان هيتحاسب عليها، واحنا كشعب ما نصدقش اي كلام يتقال لنا. ايا كان مصدر هذا الكلام، ايا كان هو مين، الكلام اللي يتفق مع الكتاب المقدس وده اللي نقبله، اللي يختلف مع الكتاب المقدس ما نرجع بيه ايا كان اللي بيقوله. معايا يا احبائي؟ ايوه. فيا ريت ابونا ياخد باله من الحاجات دي كلها. والاخ ده اللي بعت السؤال وصل هذا الكلام لابونا، قول له انا بعت السؤال ده لابونا ابراهيم وجاوب، يا ريت تسمعه بنفسك. سؤال بيقول سلام ونعم يا ابونا ابراهيم، هو لبس الصليب اثناء دخولي للحمام او اثناء العلاقه الزوجيه يجوز ام لا يجوز؟ ارشدني ارجوك. طبعا يجوز، طبعا
ده احنا تلبس الصليب وترشيم الصليب وكل حاجه. احنا في اوضه النوم بنحط صوره المسيح اللي هو المجد، صوره اي صوره للعذراء، صوره للقديسين، صوره المصريين. ليكن الزواج مكرما عند كل احد. والمضجع ايه؟ غير دنس. المضجع مقدس. المضجع لا يسلب بعضكم حق، ده المضجع مقدس. ما جمعه الله ايه؟ لا يفوق الانسان. مضجع مقدس. تلبسي الصليب في اي وضع وفي اي مكان وترشيم الصليب وانت ضميرك مرتاح جدا وتتحصني كمان. ده بالعكس، ده الشياطين تخاف منك وتمشي. لو سمحت يا سابونا، عايز اعرف تفسير الزيت لما بينزل من تمثال البابا كرولوس، ايه معناها يا ابونا؟ ارجو التفسير، انا اول مره اسمع كده. يعني زيت ينزل تمثال، يعني معناها الشياطين عايزين يرجعوا الناس لعباده الاوثان تاني. هم ان الناس زمان الملوك كان بتعبد الاوثان ليه؟ الاصنام تعبدها ليه؟ لان الشيطان كان بيخش في الصنم ويتكلم منه. الشيطان كان بيخش في الصنم ويتكلم منه، فلما يلاقوا الصنم اللي عاملينه بايديهم بيتكلم فيصدقوا ان هو ده الاله. فالشيطان كان بيضل الناس والناس كانت بتضل. لكن ما فيش حاجه اسمها زيت ينزل من تمثال ولا من صوره خارج الكنيسه اصلا. قال انتوا سمعتوا عن صور، عن صور في الكنيسه دي او في الاضيره بتنزل زيت؟ ابدا. يعني هقول لكم على حاجه، اظن اقدس مكان على وش الارض هو الدير في وجهه نظري. ليه؟ الدير مكان بيتعبد فيه كل اللي فيه بيتعبدوا، اللي هم اباء الرهبان القديسين، وكل دير فيه اكتر من كنيستين، 3 4 5، صح ولا لا؟ بتصلى قداسات يوميه. يبقى كان بالاولى لما الزيت يحب ينزل، ينزل من جوه الاديوره، صح ولا لا؟ ما يقدرش ينزل جوه الاديوره ليه؟ عشان فيها عباده وفيها صلاه، عشان ما يقدرش. لكن ينزل من صوره من اي مكان عشان يضل الناس ويسيبه. انتوا عارفين هو يعني، انا برفض رفض قاطع نزول الزيت من اي صوره ايا كانت في اي مكان. ليه؟ الله عمل لنا اسرار الكنيسه كام؟ 7. سرين 2 من السبعه خاصين بالزيت. حد فيكم عارفهم؟ زيت الميرون وزيت مسحه المرضى. سرين 2 من السبعه خاصين بالزيت. يبقى الله محتاج ينزلنا زيت من اي طريقه تانية؟ يبقى معناها ان الاسرار دي ملهاش ايه؟ ملهاش لازمه. وزيت الناس من الصوره ده او التمثال هو ده الصح. بيكسر سر من اسرار الكنيسه، بيكسرها الشيطان. اوعوا تمشوا ورا الظواهر دي. انتوا عندكم سر مسحه المرضى ده مضمون، عندكم سر الميرون ده اللي ما حدش بيمسكه غير الكهنوت، وهكذا. يا احبائي كل الظواهر دي لا، معجزات حصلت حقيقيه زي اللي هنسمعها دلوقتي، اوكي معجزات حصلت مع شخص وانتهت. لكن زيتي ما دام ذكرت لي بورسعيد هقول لكم بقى على حاجه زي بعض بسرعه عشان الوقت، عايز اجاوب على بقيه الاسئله. كان ساعتها نيافه الانبا بشوي الله ينحي نفسه كان عايش، فكانت عنده واحده في بورسعيد اسمها ساميه، تسمعوا عنها طبعا. وكانت قالت ان العذراء عملت معاها معجزه وشالت منها المرض الوحش وحطوه، خدوه حطوه في برطمان، وانبا تدرس خد البرطمان وانبا تدرس حي يرزق وحطه في برطمان، وحط البرطمان في حامض الفورمالين والوالب السرطان وحطه عنده في الآلية الخاصة بتاعته. الكلام ده أنا سمعته من بق الأنبا بشوي نفسه في بيتي قدام عدد كبير جدا من أحبائي يعني. المهم فكان في أحد الموجودين عندي في البيت بيسألوا يا سيدنا إحنا سمعنا عن الزيت اللي بينزل من إيدين سامية وبتتهم به الناس. فطبعا أنا هيقولوا له أبونا إبراهيم قال ده شغل شياطين. فقبل ما يشوطني ويهزقني قدامهم قلت له سيدنا انا ليا راي في الموضوع ده، قلت قدام سيدنا انبا موسى كان قاعدين في الكنيسه قلت رايي فيه قدام الاباط. قال لي ايه؟ قلت له ايه؟ قلت له ده شغل شياطين. كانت المفاجاه بقى بالنسبه لي. قال لي فعلا طلع شغل شياطين. وحكى بقى قال كانت بتدي رسائل وتقول العدد غريب وبتقول كذا كذا كذا، قصه طويله جدا وحكى التفاصيل كلها. قال لي قداسه البابا شنو ده؟ قال له بعدين سيدي دي عماله تبعت لنا رسائل عن طريق العذراء مريم، هي الكنيسه هتمشي برسائل من واحده ست. يا انبا تدرس خد المرض ده مش عندك في الـ في الـ في القلايه؟ قال له اه. حطه في الحمض الفورمين؟ قال له اه. قال له خده حلله تاني شوف فيه ايه بالظبط. انبا تدرس راح دخل قلايته الخاصه، بيقول انبا بشوي اللي حكى لي قدام الناس كلها، كانت مراتي حاضره فاكره القصه دي، وقال ما بيديش مفتاح قلايته الخاصه لاي مخلوق ولا حد ينظفها حتى. ده اللي سمعته من انبا بشوي. فقال دخل القلايه ياخد المرض عشان يحلله، ما لقاش المرض ولقى البرطمان ناشف مفيش حاجه. الشيطان لما لقى نفسه هينكشف قال ايه؟ خد المرض اللي هو عمله انه مرض وجابه خده مشاه. واكتشفوا بقى ان الست دي نفسها عليها روح شرير
اب كاهن ربنا مديله نعمه موهبه اخراج شياطين، دخل الدير ودخل يقابلها، اول ما شافته صرخت وقعت في الارض وحضر عليها وبدا يتكلم، فكرشوها من الدير الى اخر القصه. احبائي ما تمشوش ورا الظواهر دي، لو في معجزه ربنا بيعملها مع حد بيعملها وخلص المعجزه، لكن عشان يقولوا زيت ينزل مش عارف في تمثال من صوره، اوعوا تصدقوا الكلام ده. انا بقول لكم هو مسؤول عن اللي بقوله لكم، اوعوا تصدقوا، بقول لكم وقائع وبالاسماء كمان. طب سؤال بيقول: سلام يا ابونا، من هو اخي توفل وماذا فعل وكيف ان الله بدل مشورته؟ اقروا قصه اخي توفل دي يا ولدي صاحب السؤال في صموئيل الثاني اصحاح 16 ايه 20 وصموئيل الثاني اصحاح 17 ايه 23. لكن اقول لك باختصار شديد عشان القصه طويله، اخي توفل كان المستشار بتاع داود النبي لما كان ملك. لما ابشالوم ابن داود النبي انشق على ابوه وبدا يشن حرب على ابوه وخد ناس من قوات الجيش وخد ناس كتيره وعايز وعلم نفسه ملك على اسرائيل، وابوه هرب من البيت داود الملك عشان مش عايز يحارب ابنه ويقتله. فالمهم القوات بتوعه قالوا سيبنا نروح لابشالوم عشان نوقف عند حد. فقال لهم اياكم والفتى ابشالوم. ابوه قلب الاب على ترفقوا بالفتى ابشالوم مش قاسين عليه. ماشي، راحوا. المهم ابشالوم قال ناخد مشوره مين؟ ناخد اخي توفل. فاخي توفل قال له ابوك لازم تنقض عليه، سيبني اخد 20,000 ولا كم الف واطلع انقض على ابوك ونمسكه وهو هربان دلوقتي ونخلص المبلغ وتستلم المال كلها على بدم قشره. ده مين؟ اخي توفل هيج ابشالوم على ابوه وقال له سيبني اخد الالافات دي واروح بها اخلص الموضوع. مشوره اخي توفل مشوره شريره، بيهيج الواد على ابوه بدل مصلحه. فكان في حشاي الاركي كان برضه مستشار داود النبي بس سابه وراح لابشالوم. فابشالوم قال له يا صاحب انت سبت صاحبك ليه؟ قال له صاحبي ده اللي هو ابوك لما كان ملك البلاد انا كنت خاضع ليه وتحت رجليه، لكن لما انت بقيت نصبت نفسك ملك البلاد انا برضه تحت ما بين ايديك وتحت رجليك. قال طب اخي توفل قال مشورك اروح ننقض على ابويا ونعمل كذا كذا، انت رايك ايه؟ قال له المشوره دي مشوره اخي توفل دي مشوره شريره وما تعملهاش. ليه؟ قال له انت عارف ابوك جبار بأس ومعاه رجال اشداء ورجل ما بينامش في اصلا في وسط شعب، ده بينام في وسط المغاير والحاجات دي، رجل قتال ومعروف داود ابوك شكله ايه، فما انتش قد فبلاش تعمل كده هيبقى فيه دم كتير. فمهم يعني، فاخي توفل لما عرف ان ابشالوم سمع كلام حشاي الاركي عمل ايه؟ يقول الكتاب راح البيت وشنق نفسه عامل زي يهوذا، ودي كانت اول حادثه انتحار شنق في العهد القديم. راح البيت وشنق نفسه ما سمعش مشورته، كان عايز يدمر الاثنين مع بعض. وطبعا ابشالوم مات وما علينا يعني بيت القصه، لكن دي الله بدد مشورته كما بدات مشورة اخي توفل لانه كان عايز يهيج الابن على ابوه فعلا، بس ربنا بدد مشورته وما حصلش كده. سؤال بيقول سؤال لابونا ابراهيم: انا عابره وكنت بحضر في كنيسه معينه عن طريق حد من اصحابي عرفني المكان وحجز لي، وبعدها بقت لي بعت لي رقم ابونا وكنت بحجز، لما عرف اني عابره ما بقاش يرد على رسائلي وعمل لي بلوك، اعمل ايه يا ابونا انا عشان ارجع اتناول؟ انا نفسيتي بايظه ومن وقتها. قال يا بنتي يعني مش لازم تتناولي في الكنيسه دي، يعني اولا بنصحك انت عابره يعني اتعمدتي، ابونا اللي عمدك هو اللي يديك الحل هو اللي يناولك. جوحة أولى بلحم تروع رأي المثل، يعني أبونا اللي عمدك هو اللي يديك حل هو اللي تتعمد بدأ باعترافك. سبتيه ورحت لواحد تاني ليه يا بنت الناس؟ ما هو ده غلط، ضربة من الشيطان عشان يتعبك. ارجعي الأب للأبونا اللي عمدك خليه يديك حل، ولو لو كان بعيد عنك شوفوا أي أب تاني وما تقولوش إنك أنت عابرة ولا أي حاجة، طالما اتعمدتي معمودية حقيقية وتمام التمام كله تمام روح اقول له ابونا عايز اعترف وانا ماليش اب اعتراف دلوقتي، وانت كده مش بتكذبي واعترف عنده وتناولي زي الفل، مفيش مشكله في اي كنيسه ثانيه مش ضروري الكنيسه دي. وربنا معاك يا بنتي ويحافظ عليكي ويريح قلبك. طيب انا في سؤال ثاني خاص باخراج الشياطين هبقى اقوله في مره ثانيه. استاذ سمير هيقول لنا المعجزات اللي كان عايز يقولها. اسمي سمير الزارع من عزبه النخل، من 2014 كنت عاملين ورم ثلاث حميم، وكده تعبت رحت كشفت ودكتور عمل اشعه ثاني، عملت اشعه وكان فيه ورم ثاني
والدكتور قال لازم ناخد عينة عشان نحللها عشان نحللها. قلت له ماشي. بعد كده طلب أشعة تاني طلع نفس النتيجة برضه فيها ورم. اتكلم بالراحة عشان نتسمع كل عوضك. واحدة واحدة عشان نتسمع. بعد كده رحت للدكتور. بعد كده رحت للدكتور تاني عشان ناخد عينة. قبل ما أروح شفت المرأة مصلية من قراءات الرد صابوني بقولها يومين وكنت بقراها. الدكتور بيشوف عشان ياخد العينه مش لاقي الورم، يبص الاشعه اللي عاملها فيها، لان الدكتور غير مسيحي. غير مسيحي، بيشوف الاشعه فيها ورم دي عشان يسحب العينه مش لاقي. اذا ربنا عمل معجزه. الثانيه اللي هي بنت عمي في سوهاج، ده من قريب. دي اول معجزه، سمعتوها ولا سمعتوها؟ طيب. ها؟ واضحه؟ الصوت مش واضح، أنا هقراهم لكم طيب، قول الموجودة تاني بسرعة وأنا هقراهم لهم. ليه بنت عمي في السهاج من قريب من كام شهر، عندها كهرباء في المخ، وعندها دهون في المخ، وعندها غدة في الزور هنا أهو. قرأت لها المزامير ديت، وكل يوم كنت بزيارة مية مصلية. فاجئ تاني يوم إيه الأخبار؟ قالت الحمد لله في تحسن، أنا كان تعبانة. المهم عملت الرسم من المخ، مش كهرباء، مفيش كهرباء خالص، عملت أشعة ما فيش غدة خالص، عمل تحليل دهون في المخ ما فيش دهون. إذا ربنا عمل المعجزة. ليا ابني عنده 26 سنة. المعجزة الثالثة اللي هيقولها. ليا ابني عنده 26 سنة. كشف الدكتور عنده فقرتين راكبين على بعضيهم رابعة وخامسة. أعطوه علاج ما فيش فايدة. راح تعب تاني ورحنا لدكتور تاني. رحنا لدكتور تاني. طلب أشعة الرنين. قبل نروح نعملها انا قريت القراءات وعطيته ميه مصليه. ابني بعيد شويه عن ربنا بس انا واثق ربنا هيعمل معاه معجزه. فعلا رحنا عملنا الاشعه الرنين ونشكر ربنا مفيش فكرات خالص. ربنا بيتمجد كتير. هقراهم لكم بصوتي انا عشان خاطر هو اللي كاتبها. بقول انا كنت عامل عمليه سنه 2013 كان فيها ورم حميده في شهر 6 سنة 2021 رجع الورم تاني في الأشعة قالوا لي إنهم سوف يأخذون عينة من الورم. أنا شفت مية مصلية وقريت المزامير اللي قدسك قلت عليها ورحت للدكتور عشان أخذ العينة. أخذ العينة وعند سحب العينة وجد إنه لا يوجد أثر للورم والدكتور غير مسيحي وقارن بين الأشعة قبل وبعد ولم يوجد أثر وقال لي بعد شهرين نعمل أشعة أخرى. قمت بشرب المية المصلية تاني وقريت المزامير وعند عمل الأشعة لم يوجد شيء. نشكر ربنا. بقول انا كنت في بلد في سوهاج بنت عمي عندها كهرباء في المخ ودهون وورم في الغده وقامت بشرب الميه وقرت المزامير وسيف الرؤيه وعندما تم عمل اشعه اتضح انه لم يوجد شيء. اشكر ربنا يعني خالص. معجزات جامده بصراحه. ابني عنده 26 سنه اكتشفنا بعد الكشف والاشعه انه بيعاني من الفقرات الرابعه والخامسه وكان بيعاني منهم. ذهبنا لدكتور اخر للتاكد طلب من اشعه وتحاليل اخرى. قبل ما نعمل اشعه انا ابوه قرات اللي قلت عليه قدسك هو المزامير وسفر الرؤيه وبعد كده عملنا الاشعه ظهر انه لا يوجد شيء في الفقرات. الف مبروك. ايمان عظيم جدا جدا عشان الناس تعرف ان الغير مستعد ده ناس عند الله. في بقى ناس بعتوا لي معجزه قالوا سلام ونعم يا استاذ. في معجزات كتير بس انا هقول عشان الوقت يتاخر. بقول حصلت المعجزه. ابني طلع براءه من غير اي عواقب وكشف الظلم بشفاعه البابا كرولوس ومريمينا وبوسيفين وملاكو فايه بعد ما كان محكوم عليه. ربنا يحافظ عليكم. حاجات كلها بتقوي الايمان وتخلي الانسان يبقى واثق ان الهنا حي وما بيتاخرش عنا. هنقول بيت او اتنين من ترنيمه لو استنى بس. تسبيح تسبيح علوا الاله بنغمكم زيدوا المسيح. تسبيح علوا الإله بنغمكم أبطال أبطاله يمشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح. تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم قولوا أمول الموت ملو السلطان وما فيش. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان ولا ظهر دول كلها أمين. نقرأ أجل تعزياتنا نكمل التفسير. إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني
من أول آية 14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، والمجد لله دائما أبديا أمين. احنا خدنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا، كمالتها بقى النهاردة بنعمة ربنا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. رأينا مجده، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ قديس يوحنا الحبيب كاتب هذه البشارة، بقول رأينا، بيتكلم بلغة الايه؟ الجمع. طب هو من حقه يتكلم بلغة الجمع؟ أيوة، لأنه كان أحد كم تلميذ؟ 12 تلميذ، هو واثنين معاه شافوا بعينيهم مجد المسيح فعلا. ازاي؟ امتى؟ في التجلي. برافو. المسيح لو المجد خد معاه على جبل التجلي ثلاث تلاميذ، بطرس ويعقوب ويوحنا صاحب هذه البشاره اللي كاتب هذا الكلام. لما بقول راينا مجده، هو شاف فعلا. شاف ايه؟ هم على جبل طابور بصوا لقوا المسيح لقوا المجد، اتغيرت هيئته، وجهه يضيء كالشمس في شدتها، وثيابه كانت بيضاء كالثلج وناصعة البياض جدا، منورة، يعني الثياب نفسها نور منورة بتلمع وناصعة البياض إلى هذا الحد. وبصوا لقوا جه اتنين نزلوا وبدأوا يتكلموا عن المسيح والمجد. مين؟ موسى النبي وإيليا النبي. وبعدين جت سحابة من نور ظللتهم، من نور وقفت عليهم، وصوت من السماء بيقول ايه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه. هنا القديس يوحنا لما بيقول ورأينا مجده، هو شاف مجده فعلا، يبقى شاف مجده على جبل طابور فعلا. وشاف مجده ايضا امتى كمان؟ لما كان منفي في جزيرة بطمس، وشاف الرؤية اللي كتبها سفر الرؤية، سفر كامل وسفر نبوة طبعا، مسيح المجد اللي قاله، شاف المسيح المجد في مجد عظيم جدا. شاف برضو وجهه يضيء كالشمس في شدتها في قوتها، ويخرج من فمه سيف ذو حدين، سيف ماضي ذو حدين كأنه نار طالع من فمه. فبقول أنا لما شفت المنظر من هذا المجد الذي لا يعبر عنه، طبعا ده أعلى من المجد اللي شافه على جبل طابور، بقول إيه؟ خررت على وجهي وسجدت تحت رجليه كميت، كميت. فبقول حط يده اليمنى على رأسي وقال لي لا تخف، لا تخف، أنا هو الأول والآخر، أنا اللي كنت أنا إيه؟ أنا حي وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبد الأبدين، ومعي مفاتيح الموت والهوية إلى آخر. كملت الآية في سفر الرؤيا. فشاف شاف مجد المسيح المجد مرة أخرى، وأشد من مرة التجلي كمان في سفر في الرؤيا بتاعته اللي وراها في جزيرة بطمس يا أحبائي. ده بالنسبة للقديس يوحنا. لكن لما يتكلم بلغة الجمع، كان معاها يعقوب وبطرس، لكن لما يتكلم بلغة الجمع، لأن فعلا كل التلاميذ الاثناشر رأوا مجد المسيح له المجد. رأوه ازاي؟ من خلال معجزاته. لما المسيح له المجد بعتهم يا احبائي يكرزوا باسمه، وقال لهم اشفوا مرضى، خرجوا شياطين، مجانا اخذوا مجانا يعطوا. اما التلاميذ رجعوا كانوا فرحانين جدا، وقالوا له يا معلم ده حتى الشياطين ها تاخد علينا باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحريه ان اسماءكم مكتوبه فين؟ في السماويات. اه بالظبط كده. فشافوا مجده ان باسمه، باسمه الشياطين بتخرج، باسمه الشياطين بتنهار قدام اسم المسيح المجد. فشافوا مجده، واحنا ما زلنا حتى الان نشوف مجده بالمعجزات اليوميه، زي المعجزات اللي سمعتوها دلوقتي بالاخ سمير دي، المعجزات كتير جدا سمعتوها مننا. وناس انا لو فرغت لكم من الـ اسمه الواتس، ده اسمه الواتس، لو فرغت لكم المعجزات اللي بتجينا مش ممكن حاجه تفرح جدا جدا. هنبقى نفرغ شويه معجزات نقول لكم، لكن راينا مجده، احنا ما زلنا بنشوف مجد المسيح والمجد من خلال عمله في وسط الناس، من خلال اكتذاب نفوس كانت عايشه في الضلمه العتمه واستنارت بنور المسيح، زي سمعتوا النهارده في سؤال الانسانه اللي العابره دي. وهكذا احب النفوس، مجد المسيح والمجد بيضيء للجالسين فين؟ في الظلمه وظلال الموت، موت الخطيه. بنشوف مجد المسيح في معجزاته. يعني مثلا يا احبائي، لما التلاميذ والناس البلد كلها، بلد مريم ومرثا والعازر
لما لعازر يموت واهل البلد يدفنوه بايديهم، ولما المسيح لها المجد راح، لما دعيته لاخته وتاخر تدبيريا يعني بمزاجه يعني بارادته اتاخر عشان تحصل المعجزه ديت اللي تثبت لاهوت وتشوف مجده، اخته قالت له ايه؟ يا سيد لو كنت ها هنا لما يموت اخي. قال لي اخوك هيقوم. قالت انا عارف انه هيقوم يوم القيامه. قالت لي ان امنتي ترينا مجد الله. مجد، شوف مجده، شافت مجده، واهل البلد كلها شافوا مجد المسيح في مع اخوهم لعازر ولا ما شافوش؟ شافوا لما المسيح المجد وقف قدام القبر ونادى يسوع بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت اتونس في نفس اللحظه وهو مربوط اليدين والرجلين، يعني معجزه معجزتين، جسد اتصحح لنتن شهاده اخته، والروح رجعت تاني بعد ما راحت لخليها لها 4 ايام. ما هو الخالق، هو صاحب السلطان المطلق على الاجساد والارواح، به كان كل شيء وبغيره لكن شيء، بس هو اعلن لهم مجده من خلال هذه المعجزه عشان يعرفوا ويامنوا ان هذا بالحقيقه الله الذي ظهر في الجسد اللي جاي عشان يخلص كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. شو ايماننا عظيم ازاي؟ ايماننا المسيحي عظيم جدا ازاي؟ بس هوش كل كنوز الدنيا، وده اللي خلى ابائنا الشهداء على اختلاف اعمارهم يضحوا بدمهم عشان ما يسيبوش هذا الايمان. مش اي حاجه في الدنيا تساوي المجد العتيد ان يستعلم فينا اللي هم شافوا مجد المسيح والمجد من خلال المعجزات. طب معجزه اشباع الجموع من 5000 وسمكتين، دي معجزه عاديه؟ دي مش يعني مثلا لو في شويه اكل صغيرين دول بركه الرب هي تهون ولازم اتعب ونصلي ونشرب وناكل، اكل واحده اكل لقمتين والحمد لله بس مش شبعان. لكن معجزه 5000 وسمكتين كانوا كام العدد؟ 5000 ايه؟ راجل، عدا النساء والاولاد. طب انتوا شايفين دلوقتي النساء اكتر من الرجاله يعني او قدهم. ماشي يعني ماشي الحمد لله يعني نشكر ربنا حاجات تفتح النفس. طيب اوكي، لو قلنا عدد النساء قد الرجاله يعني 5 و5 10، سيبنا من الاطفال خلي العدد كله ايه رقم مقفول 10، اعطوهم ياكلوا. قالوا ما عندناش اكتر من 5 خبزات وسمكتين. قالوا ما هاتوهم. قعدوهم 50 50. كلمه قعدوهم فيها 50 50 عشان لما يتقال 5000 راجل عدد النساء والاولاد يبقى الرقم ايه صحيح، ما فيهوش لعب، ما فيهوش استداد، ما فيهوش تقدير جزافي، ده عدد معدود 50 50. ماشي، خد الخمس خبزات وسمكتين وشكر وبارك وقسم واعطى التلاميذ، خدوا ادوا 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 ادوا، اكل الجميع وايه؟ ثم فضل عنهم ايه؟ 12 قفه مملوءه من الكسر، 12 قفه مملوءه من الكسر. ده الخمس ترغيفه لو حطيناهم في قفه مش هيبانوا من قاع القف، صح ولا لا؟ مش هيبانوا من قاع القف. مجده، راينا مجده، ده عمليه خلق، خلق قدام الجموع دي كلها، الالافات دي كلها، مش حاجه ما بينه وما بين تلاميذه بس ولا حاجه في السر ولا. ده حاجه قدام الافات، اكثر من 10000 نفس. خلق من 5 ترغيف وسمكتين خبز كفه حوالي 10000 نفس، وفضل منهم من 5 ترغيفه 12 قفه مملوءه. ازاي؟ عمليه خلق، هو الخالق، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء. راينا مجده، راينا مجده في معجزاته اللي بيعملها مع الناس. طب رأوا مجده أيضا لما كانوا في السفينة وبصوا والدنيا ضلمة كحل في هذه الإيه؟ والدنيا ضلمة كحل قرب الفجر، لقوه شبح جاي بقى على المية، ظنوه خيال. الرجال صيادين السمك خافوا جدا جدا، بدليل إن المسيح المجد من الأول خافوا مرتعبين جدا لأنه داخل عليهم مش مفسرين الملامح فخافوا، فالمسيح المجد صعبوا عليه فقال لهم أنا هو لا تخافوا. بطرس سمع صوته عرفه، قال له ان كنت هو صحيح امورنا جي لك على الميه زي ما انت ماشي، لان بطرس الرسول واثق في حقيقه مجد لاهوت المسيح له المجد. لو المسيح له المجد مش هو الله الممجد الحقيقي، كان قال له لو كان نبي عادي يعني او نبي عظيم قال له طب استنى يا بطرس اطلب من اجلك، صح ولا لا؟ يا رب خلي بطرس يمشي زي عشان يصدق. لا لا لا، بطرس قال له لو كنت انت هو صحيح، بيقول له انا هو لا تخاف، قال له لو كنت انت هو امورنا جي لك على الميه، قال له تعالى. ايه ده؟ ايه السلطان ده؟ ايه المجد ده؟ مجد الاله المتجسد اللي احنا مؤمنين بيه، اللي احنا متمسكين بيه، اللي احنا ما نقدرش نفرط في هذا الايمان لو حتى السيف على رقبتنا وحطوه اوريدي على رقبتنا، على رقبه اجدادنا والشهداء وضحوا برقبتهم وكانوا فرحانين، كانوا رايحين يتكللوا.
امال يا احبائي راينا ايه؟ مجده. راوا مجده في كل معجزاته اللي عملها، في كل معجزات راوا مجده لما اتصلب على الصليب. ايه مجده لما اتصلب على الصليب؟ اه لما اتصلب على الصليب حصل ايه؟ حصل ايه في الطبيعه؟ ها ها الارض ايه زلزلت والصخور تشققت وقام كثير من الايه من الموتى. في واحد نبي لما يموت يحصل له يحصل كده في الطبيعه. الطبيعه بتعلن مجد الاله المتجسد الذي قبل ان يهان بدلنا، اللي قبل ان يصلب بدلنا، اللي قبل ان يدفع الدين عنا. راينا مجده، وراوا مجده ايضا مجد القيامه. لأم من القبر لما قال لي سلطان ان اضحى ولي سلطان ان ايه ان اخذها. لما قام الاموات ايه المجد اللي ظهر فيه؟ لما قام الاموات انه ظهر للتلاميذ والابواب ايه مغلقه مقفول، راوا مجده. لما ظهر للتلاميذ لما للمجدليه ومريم، لما راحوا القبر وقابلها ومريم قالت له اين وضعته في زنوت البستاني، قال لها مريم عرفت عزوه قالت ربوني يا معلم يا اله. وهكذا يا احباء راوا مجده، راوا مجده في ظهوراته العديده جدا، وراوا مجده لما جه يصعد للسماء، صعد للسماء في السر قال لهم انا هصعد بكره مش هشوفكم تاني، ولا صعد للسماء قدامهم؟ قدامهم. ما عندناش في المسيحيه حاجه في السر كله علنا، لان حاجه حقائق الهيه ثابته لا تقبل الشك او الجدل. فالمسيح لما جه يصعد للسماء بعد قيامته المقدسه بعد 40 يوما عمل ايه؟ وفيما هو يتكلم مع التلاميذ وهو واقف معاهم بيتكلم كده، بصوا لقوه، تخيلوا المنظر، هو واقف في وسطهم، بصوا لقوه بدا يرتفع عنهم، يرتفع يرتفع يرتفع، لا في طياره جت خدته ولا في سحابه جت خدته ولا في اي حاجه. بدا من بقوته الذاتيه الالهيه بمجد لاهوته يرتفع 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 يرتفع، منظر غريب جدا جدا وما تشافش قبل كده. طبعا التلاميذ كانوا في ذهول ولهم حق، لهم حق طبعا. فضلوا شخصين ليه شخصين وعمال يطلع 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 يطلع، لما اختفى عنهم خالص عن الانظار، طلع للسماء اختفى عنهم، فضلوا برضو باصين. فجولهم الملائكه قالوا ايها الرجال ما بالكم ايه شخصين هكذا السماء، ان يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا يعني بإرادته إلى السماء سيأتي كما رأيتموه في المجيء الثاني. طبعا عشان يدين المسكونة كلها مجد. يبقى رأينا مجده ولا ما رأيناش مجده؟ رأينا مجده، مجد لا يستطيع أحد أن يشكك في حاجة منهم، لأنها كلها علنية وكلها ظاهرة وكلها لها شهود كثيرين يا أحبائي. أنا شخصيا وعايز كتبوا معايا، نشكر ربنا كل يوم إن إحنا تولدنا مسيحيين، احنا اتولدنا في هذا الايمان العظيم، ونقول له يا رب ثبتنا فيه لغايه ما تاخدنا عندك فوق احب. امين احبائي. مجده، راينا مجده، راينا مجده، وما زال مجد المسيح يستعلم فينا لغايه دلوقتي بالمعجزات الشبه يوميه احبائي. يعني المعجزه اللي حصلت ده لو فتحت مش هخلص. المعجزه اللي حصلت مع انا سمون بنتي لما ماتت جوه اوضه العنايه المركزه في مستشفى الساحل التعليمي، وجه البابا كرولوس دخل لما طلبناه قدام العنايه المركزه، دخل بالصليب وحط ايده على راس البنت وقومها في الحال بعد ما ماتت، بعد ما الدكاتره قالوا لي خلاص خلاص الموضوع انتهى بقى في حياتك. ها ما همنيش كلامهم، طلبت البابا كرولوس معاه اربع قديسين تاني بس وكلته هو. دخل بابا كرولوس وحط ايده بالصليب على راسها قدام دكتوره غير مسيحيه، وهي اللي حكت لي هذه المعجزه في ساعتها. انا بقول علنا اهو، دي حقائق احبائي. راينا ايه؟ مجده، وما زلنا نرى مجد المسيح في حياتنا وفي حياه الناس يا احبائي، لانه هو امس وايه واليوم والى الابد. وقامت البيت والحمد لله بقت زي الفل، ودخلت كليه تعليمها انجليش، وخدت كليه تجاره انجليش، واتجوزت انجليش لا طبعا اتجوزت واحد مصري وربنا يحافظ عليها يعني هي وجوزها وولادها. على رأي حضرتك يعني، وأنا لما مت برضو أنا كمان يعني أنا مت بس في مستشفى الراعي الصالح اللي هنا في شبرا جنبنا، خدوني من هنا على المستشفى ومت والقلب وقف وانتهى الموضوع، والدكاترة قالوا خسارة يا أبونا إبراهيم المعجزة اللي أنتوا عارفينها دي. وجي البابا كرولوس وأبو سفين الاثنين قوموني من الموت. ابو سفيان عمل ايده كده رجع الروح تاني، عملها ثلاث مرات. البابا مد ايده بالصليب كده وحطه على صدري، قمت قعدت ولا كاني في حاجه.
ومن ساعتها لغايه دلوقتي اسم الصليب قلبي زي اسد زي الحديده. نشكر ربنا يعني نمسك الخشب. احبائي احنا راينا مجده وكل يوم بنشوف مجده في ولاده وفي المعجزات اللي بيعملها مع ولاده كل يوم. انا معكم ايه كل الايام الى انقضاء. ما تشلوش هم ما تشلوش هم مجد المسيح له المجد محوطنا ومعانا. لا تخف لاني ايه معك. امال ايه احبائي راينا مجده وما زلنا نرى مجده وسنظل نرى مجده الى كمال الدهور لغايه ما يجي بقى في مجده ومجد ابيه في اليوم الاخير على اصحاب السماء بيخطفنا معاه نطير كده زي الحمام على نطير معاه نقابل في الهواء على اصحاب السماء لملاقات الرب في الهواء كما يقول الكتاب ويقول نعما لك ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى ايه فرح سيدك فرح دائم لا يشوب اي قدر راينا مجده وهنشوف مجده يقول الكتاب نحن الان نراه كما في لغز كما في مراه كمان ولكن هناك سنراه كما هو سنراه سنرى مجده كما هو حاجه عشان كده بولس الرسول يقول ما لم تره عين ما لم تسمع به اذن ما لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله الذين ايه يحبونه زيكم كده ان شاء الله يعني منتظرنا مجد عظيم ان شاء الله في اخر صلحه نبقى مع المسيح له المجد في مجده ومجد ابيه الصالح ان شاء الله وروح القدس وراينا مجده مجدا كما الوحيد شوفوا يقول ايه بالظبط وراينا مجده مجدا كما الوحيد من الاب مملوء نعمه وحقا كما الوحيد من الاب كلمه وحيد دي مش واحد بس نخلف ولد وحيد وخلاص لا ده هنا الوحيد باللغه اليونانيه ومونوجينيس الوحيد الجنس يعني فيش في جنسه حد لا يشاركه في هذا في هذه البنوه للاب احد لان بنوه من الطبع مش بالوضع مش بالتبني ده من طبع من جوهر الله في حضن الاب الذي الابن الذي هو في حضن الاب وخبر الله لم يرى احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب وخبر. يعني ايه في حضن الاب وخبر الابن الوحيد الجنس يعني ما فيش زيه في زيه خالص في جنس البشر كلهم هو جنسه هو الله الذي ظهر في الجسد في حضن الاب يعني هو الاب له حضن زينا امال ايه معنى في حضن الاب في حضن ابيه وخبره يعني في عمق الاب يعني في جوهر الاب في ذات الاب في الذات الالهيه هو الله الكلمه الذي لم ينفصل قط لحظه واحده عن الاب فهو عشان كده قال انا والاب ايه واحد الاب واحد كلام بيوضح نفسه مجدا كما لوحيد من الاب فهو الاله الوحيد اللي ما فيش حد يشاركه في هذه البنوه بنوته لله محدش يقدر يقارن بيه من بني البشر لان هو خالق البشر كلهم وهو كمان الديان اللي هيجي يدين البشر كلهم ما فيش نبي هيدين حد الانبياء نفسها كلها هتحاكم من الله يوم الدينون صح ولا لا الكتاب المقدس يقول كده ها انا اتي سريعا واجرتي معدا المسيح لما قال بيقول ها انا اتي سريعا لاجازي كل واحد حسب عمل كل واحد كلمه كل في علم المنطق يعني كل ما فيش استثناء هيجازي كل واحد حسب عمله هو الديان ها انا اتي سريعا واجرتي معي اجرتي انا مش اجرت حد تاني وانا اللي هاجازي وهو الله الديان لو لم يكن هو الله وهيجي في مجده ومجد ابيه في اليوم الاخير عشان يدين العالم كله امال ايه مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمه وحقا واختم بها مملوء نعمه وحقا ايه هي النعمه اللي المسيح المجد افاض بها علينا احبائي اول نعمه خدناها نعمه التحرر والتبرير التبرير والتحرر من ايه من حكم الموت الابدي ومن الخطيه الاصليه الخطيه الجديه بررنا وحررنا منها من حكم الموت الابدي من الخطيه الجديه ايوه يقول الكتاب كده متبررين مجانا بايه بنعمته بالفداء الذي ليسوع المسيح متبررين رومية صح واحد متبررين مجانا بنعمته يبقى اذا نعمه المسيح بررتنا وحررتنا من المعصيه الاولى بتاعت ابونا ادم وحواء ومن حكم الموت الابدي اللي كان محكوم به علينا احبائي ان احنا نخش جهنم كلنا جه حررنا وعتقنا من هذا الحكم من هذه الدينونه احبائي نشكر اول نعمه واهم نعمه ومن غيرها ما يبقاش مسيحيتنا لها لازمه الحمد لله بقينا مؤهلين لميراث الملكوت الابدي
ميراث المجد اللي عتيد ان يستعلم فينا. عشان كده الرسول يقول ايه بقى؟ ان خفة ضيقتنا الوقتية، الضيقات دي اللي بتقابلنا دي خفيفة وقتية، ده جامدة، ده خفيفة وقتية. ازاي؟ طب يقول انت بسمعه، ان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. امال ايه؟ ثقل مجد تقيل هناخده وهنورثه في الابدية احباء. خفة ضيقتنا الوقتية، فالاباء حسوا، وعشان كده الرسول يقول ليشتهاء ان انطلق لاكون مع ايه؟ مع المسيح، ذاك افضل جدا. امال فاول نعمه مهمه المسيح له المجد الممتلئ نعمه افاض علينا بها من نعمه الالهيه، نعمه الفداء، نعمه التبرير مجانا بنعمته، نعمه التبني خلينا ابناء. بعد ما كنا عبيد قال لا اعب بعد ادعوكم عبيدا بل احباء، احنا اولاده. عشان كده أكد على المفهوم ده لما جه يعلمنا الصلاة لربنا، قال لما تيجوا تصلوا قولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات. حب يأكد إن إحنا بقينا أبناؤه فعلا، أبناؤه فعلا، هو أبونا السماوي، دي حقيقة. بيقول أبانا الذي هو أبونا، شوفوا النعمة العظيمة إن إحنا التراب والرماد بقينا أبناء لله وورث الملكوته. بس نثبت في الجهاد الروحي، نثبت في الإيمان المستقيم، نثبت في التوبة الحقيقية، نثبت في حقيقة في طريق القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة كمان أخرى، مملوء نعمة، بيفيض علينا نعم كتير. يعني طب نعمة الصحة، يا مناس في المستشفيات متعذبين من الأمراض، مش برضو مش فقط بكورونا، لا كورونا وفشل كلوي وسرطانات وتليف في الكبد وانسداد شرايين القلب، أمراض غريبة جدا بنسمع عنها جدا، مستشفيات مليانه يا احبائي. وذلك الدكاتره والمستشفيات غلوا السعر بشكل خرافي اسطوري. يعني سمعت ان في كذا اب يعني موجودين في مستشفى من المستشفيات يعني الخاصه بيدفع في اليوم الواحد كام؟ 10,000 جنيه عشان يبات ليله واحده في المستشفى، يدفع قصاد 10,000 جنيه في اليوم. يعني لو 10 ايام قعدوا في المستشفى يدفع 100,000 جنيه. يعني حاجات غريبة جدا، حاجات غريبة. حتى العلاج بقى يعني الفقير مش هيلاقي علاج ليه، ربنا بقى ينقيه وينقذه يعني ويسيج عليه. أحبائي عشان كده أحسن حاجة بنشوف نعمة ربنا على نعمة الصحة. يعني شوفوا كلوكس بالصليب كيسة مليانة إزاي برغم من كورونا، ودي حاجة نشكر ربنا جدا عليها وبشكركم عليها. لكن جيتوا وربنا بيديكوا صحة، وجيتوا قاعدين ومش خايفين من كورونا، لكن جايين تسمعوا كلمة ربنا الحي. نعمة ولا مش نعمة؟ غيرنا مش طايلها النعمة دي. ديمها يا رب نعمة، كنايسك مفتوحة قدام وجوهنا على طول، ما تتقفلش أبدا يا رب. أمين. نعمة كنايس دي، نعمة بيت ربنا اللي بيتك تليق القداسة. بنيجي نسمع في كلمة ربنا، بنيجي نتحضر القداس، نتناول جسد الرب ودمه، بنشبع تعليم روحية، ناخد قوة دفع إيمان تسندنا في حياتنا وجهادنا الروحي. أحبها أمالي. طب في نعم تاني، مملوء نعمة حقا، مملوء نعمة. يعني لما ربنا ينعم على حد فينا بزوجة صالحة، دي مش نعمة؟ تعرفين نعمة ليه؟ لأن الكتاب المقدس بيقول امرأة فاضلة من يجدها، من يجدها، لأن سمناها يفوق كل آلة، بها يثق قلب زوجها كمن وجد غنائم كثيرة. يقول كده كده، فاللي ربنا أنعم عليه بزوجة صالحة محبة متواضعة مريحة، دي نعمة غنية جدا. لأن في رجالة كتير اتجوزت، طب بلاش، أنتوا عارفيني طبعا، هقول متجوزين كتلة من النكد والغم. ده في ستات ما بتحبش تضحك، على طول مكشرة، أصلا بتخاف تضحك بقها يوسع شوية من الضحك، فتفضل مكشرة أحسن. يا ساتر، وشهم يقطع الخميرة من البيت على المثل. يعني ده الراجل اللي مراته بالشكل ده الله يكون فوقه، يعني شايل صليب تقيل قوي قوي، لكن ربنا مديله زوجه حبوبه وبتضحك ومطيعه ومتضعه وصوتها هادي وتحب الصوت العالي. اما ربنا يدي ينعم لواحد زوجه بتهتم بيه وتهتم باكله وشربه ولبسه، تهتم بحياته وتهتم نعمه. امراه فاضله من يجدها، سمعناها في كل قال. الست برضو البنت لما ربنا ينعم عليها بعريس بيسموه ابن حلال،
متربي ابن كنيسة بيخاف عليها مع أهلها، هم أهلها هم أهله، حاططهم فوق راسه من فوق، مشرفها ومطور رقبتها قدام، مش حارمها من حاجة، مريحها على كف الراحة. نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة، لأن فيه رجالة لا تطاق ولا تعاشر، ولا تعاشر. في رجال أنانية جدا بعيد عنكم في علاقتها بزوجتها وولادها كمان. ده أنا مرة جات لي بنت كانت بكالوريوس تجارة، قالت لي يا أبونا أنا ليا طلب عندك أوعى تكسفني. قلت لها قولي يا حبيبتي عايزة إيه؟ قالت لي صلي إن ربنا ياخد بابا. قلت لها يا بنت ده طلب تطلبيه مني؟ قالت لي لو سمحت يا أبونا مش بضحك معاك. طب أنا عارف إن مش بتضحكي، أنت مكشرة كمان. قالت لي صلي ربنا ياخد بابا. يا بنت عيب ما يصحش، حد يعمل كده؟ قالت لي بابا مدوقنا الذل والمر، موته أحسن. قلت لها بابا كده إيه بيشتغل إيه يا بنتي؟ قالت لي سايخ. قلت يعني معاه قرش؟ قالت لي بكل أسف قرشه لنفسه بس، يجيب كل يوم خمرة، إزازة خمرة وحاجة اسمها المزة، حاجات كده ياكلها مع الخمرة ويشرب. أجي أطلب منه فستان أو بنطلون أو بلوزة عشان الكلية يرفض، يقول لي ما تدوب اللي عندك. أطلب منه أشتري كتب للكلية أو مذكرات، يقول لي استلفي من زميلاتك وذاكري، ما فيش داعي نضيع فلوسنا على الحاجات دي، ما أنت هترميها هترميها في آخر السنة. قالت لي إذلال يا أبونا، ومعاه فلوس، راجل سايغ ومعاه فلوس لكن بخيل، ده نعمة ولا نقمة؟ ده نعمة طبعا، نعمة طبعا. تعرف لو ما معهوش خالص يبقى خير وبركة يعني يستحمله، لكن يبقى معاه وحريمهم طلبت له الموت. عشان كده أحبائي مملوء نعمة وحقا المسيح المجد بيفيض علينا من نعمته، أحبائي وما زال يفيض علينا من نعمه. ده هقول لكم نعمة الناس مش حاسة بيها خالص، الهوى. واسح في الصين يا الهوى، هفضل اقولها الهوى. تخيلوا لو الجو ما فيهوش هوى، مفيش اكسجين، الناس يحصلها ايه؟ تموت اختناق ويموتوا، صح؟ حد بيشكر فينا ربنا على الهوى وبيصلي؟ حد؟ بس الكنيسه بتاعتنا العظيمه وعت للحته دي وعملت اشياء اسمها اشيه الايه؟ الهواء. تفضل يا رب اهويه السماء وثمرات في هذه السنه باركه. الكنيسه وعت لديت وحس بقيمه النعمه العظيمه، نعمه الهوى. وهكذا يا احبائي نعم كثيرة جدا. الوقت اللي عايزه خلاص فاضل دقايق وخلاص خمس دقايق، فنعم كثيرة جدا ربنا مديها لنا حتى الآن يا أحبائي. نعمة التناول من جسده ودمه نعمة غنية، الملائكة بتشتهي إنها تبص لهم. ده بيبعت الملائكة تحرس المذبح بجناحتها كده لجسده ودمه عشان إحنا ناكلهم كده وإحنا ما تعبناش في حاجة. هو الله يبعت الملاك ويبعت روحه القدوس يحل على الخبز والخمر، يحولهم جسد الرب ودمه عشان احنا ناكل جسد ودمه. ومن ياكل جسد ويشرب دم ايه؟ يثبت فيا وانا في. طب لما نثبت فيه يحصل ايه؟ نتحصن ضد الشياطين، نتحصن ضد الشياطين وضد الامراض وضد مكائد الاشرار. نبقى عايشين في تمنع، عايشين في سلام، عايشين في راحه، ما فيش هم بنشيله. ولو في هم جنه او مشكله ملقينها كل همكم فهو ايه؟ يعتني بيكم. نرمي همومنا يا رب في المخدع في الكنيسه، يا رب شيل انت، انا مش هقدر اشيل، شيل انت عني يا رب، فرح قلبي. عشان كده احبائي نعمه نقول ونعمه فوق نعمه، لان الناموس بموسى اعطي، يبقى نعمه الناموس الوصايا الالهيه، اما النعمه والحق في يسوع المسيح ساره. والمسيح لما بيأكد على حتميه ان العهد القديم وصايا كانت نعمه، عشان كده المسيح لما يقول ما جئت لانقض الناموس والانبياء، ما جئت لانقض بل ايه؟ لاكمل. امال ايه؟ احبائي عشان كده مملوء نعمه. والمسيح لما يقول النعم اللي عنده، بما ان هو الله والله غير محدود، يبقى النعم اللي عنده نعم ايه؟ غير محدوده، يفيض علينا بكل انواع النعم اللي احنا محتاجينها. انا محتاج نعمه عيل اطلب من ربنا بالدين، وياما ناس جم هنا الكنيسه دي وما كانوش بيخلفوا بال 16 سنه وبال 17 سنه، وخلفوا توأم كمان، وخلفوا ثلاثة أربعة وراء بعض، وكانوا بيجونا بالعيال وفرحوا قلبنا كتير. نعمة الجواز، بنات كتير ما بتتجوز، لما رجعوا للكنيسة والصلاة والمال مصليه اتجوزوا جوازات هايلة. وهكذا يا أحبائي عنده نعم وخيرات غنية جدا، بس اللي يطلب، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم إيه؟ كاملا. نطلب ناخد، نطلب ناخد. هو قال كده اطلبوا فتأخذوا، وعد صدق وامين لكي يكون فرحكم كاملا. ممنوع اختم باب كلمه وحقا، اصل المسيح لما مجد هو نفسه الايه؟ الحق. في حاجه بتقول كده؟
ان هو نفسه الحق، انا هو ايه الطريق والايه والحق والحياه، فهو الحق واعلن عن نفسه له المجد كل المجد ان هو الحق. عشان كده اي حد فينا من ولاده بيلتصق بالمسيح له المجد بيلتصق بالحق. يعني ايه التصق بالحق؟ يعني ما اعرفش اقول غير كلمه ايه حق، ما اعرفش اشهد الا بايه الحق، ما اعرفش اعيش او اسلك غير بايه بالحق. يقول لك فلان ده حقاني، فلان ده على حق، الحق هو المسيح له المجد. اذا التصقت بيه فانا اعيش في الحق دايما، تبقى كلمتي واحده مش اتنين، يكون كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو ايه من الشرير. واحده انا بثق في الحق، ما عوقش القضاء، ما جملش حد على حساب الحق، ما جملش حد على حساب، لان انا متصق بالحق اللي هو الرب يسوع، فما اقدرش اجامل اي مخلوق، لو ابني لو بنتي لو مراتي لو امي لو اي حد ايا كان ايا كان درجته حتى الكهنوتيه، ما اقدرش اجامله على حساب الحق، لازم اشهد للحق. اللي اختبر المسيح له المجد وعرف قيمته كويس قوي عمل كده، مين في الكتاب المقدس العظيم في مواليد النساء؟ ايوه يوحنا المعمدان البار، لما هيرودس قال له عايز ياخد حل عشان يتجوز ايه مرات اخوه، وجابه في الحفله، وقف يوحنا المعمدان يشهد للحق بكل جراه وبكل شهامه وعدم خوف من اي حاجه هتحصل له، لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك زوجه لك، رماه في السجن عشان احرجه قدام المعازيم كلها. وفي الاخر بنت هيروديه لما رقصت له بتاع ادي وحشت الرقص، اوعى تكونوا بترقصوا يا بنات. عايز راس يوحنا، جاب لها راس يوحنا غصب عنه عشان اطلبه لو رص المملكه، عايز راس يوحنا وكان بيخاف منه. لكن يوحنا ما دام ما هموش هيحصل له ايه، لكن كان يهمه حاجه واحده انه يشهد للحق وبالحق حق الله. كده احبائي ربنا يسوع المسيح له كل المجد. يقول عنه الكتاب النهارده الايه بتاع النهارده، والكلمه صار جزء واحد وراينا مجده مجدا كما الوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا. فهو مملوء نعمه وحق، وهو ما زال حتى لكمال الدور هو الاله الحق والايمان الحق، الايمان بالمسيح والمجد الحق، وهو الحق الالهي نفسه اللي يلتصق به مننا، ما بيقدرش يتكلم غير بالحق ولا يشهد غير بالحق ولا يعوج في القضاء ولا في أي كلمة، كلامه حقاني دايما على طول. ربنا يبارك حياتكم ويحافظ عليكم ويثبتنا في هذا الإيمان إلى النفس الأخير، لأننا كل مجد وكرامة للأبد أمين. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. اللي معها نقف نصلي. يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحمي لك حملته يا بار، وقبل أن يحمي لك حملته يا بار. بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. عمق القلب نشكرك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لك كل المجد. شكرك من أجل هذا الإيمان العظيم اللي جبلتنا عليه يا رب، الإيمان بيك يا ربنا يسوع المسيح. تضرع إليك يا رب أن تثبته فينا إلى الانقضاء إلى النفس الأخير، وأن تعطينا يا رب نعمة خاصة، وأنت مملوء من كل نعمة يا رب، أنت ينبوع النعم الإلهية. أعطينا نعمة خاصة أن احنا نوصل كلامك ورسالتك لكل العالم يا رب، حتى يا رب يطمئنوا جداً إنك أنت الإله الحقيقي وأبوهم في نفس الوقت يا رب، السماوي اللي مش ممكن تتخلى عنهم. أنا واثق يا رب من أبوتك لينا ومن حنانك علينا. أتضرع إليك يا رب أن تذكر كل النفوس الماثلة أمامك الآن في بيتك، بيتك مليان بولادك يا رب وبناتك، سيج عليهم يا رب، احفظهم في يمينك الحصينة كل أيام حياتهم، دبر أمورهم ونجح طريقهم، واجعلهم نور للعالم وملح للأرض سبب بركة لكل من يتعاملوا معاه. اجعل بيوتهم كنائس تمجد اسمك يا إله المجد والمحبة. ربنا يسوع المسيح احفظنا يا رب في رضاك، احفظنا بقيت أيام غربتنا في سلام وفي أمان وفي تمنع من الخطية ومن الشيطان يا رب يسوع المسيح. سيج علينا يا رب، واثمر كلمتك يا رب في قلوب كل من يسمعها، ويصير العالم كله لك يا رب،
ولمسيحك، من أجل اسم القدوس الذي دعو علينا، من أجل شفاعة العظيم أبو سفين والعظيم القديس أبو بقرولوس وشهيد العفية ديميانا، بركة ملك هذا اليوم الطاهر استجبنا عندما ندعو قائلين بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا كالملك والكرم. والآن محبة الله الآب نعمة شركة وعطية الحكم تكون مع جميعكم. دب سلام سلام عليكم.